استاذ عمرو. طيب اولا حديث الرئيس فيه ملامح كثيره جدا بتعكس القيم والاخلاقيات التي يتعامل بها الرئيس في حياته. نعم. بس قبل ما اقول الملامح اللي اسعدتنا في هذا الحوار، لما تستمعي الى قوى المعارضه وهي تتحدث بهذه الاريحيه وهذه الطلاقه واستشراق المستقبل وان المستقبل يبقى افضل وان الانتخابات دي جرت بشكل نزيه، يعكس لك ايضا انه الدوله المصريه استطاعت خلال الفتره السابقه ان تبني جسور الثقه ما بينها وما بين المواطن وما بين قطاعات وتيارات المعارضه في مصر. نعم. وده كنا مفتقدينه لفترات زمنيه طويله جدا ما كانتش موجوده قبل كده. نعم. نرجع بقى لملامح خطاب الرئيس. اولا فيها ملامح كتيره جدا، يمكن اول ملمح هي القوة والوضوح والصراحة. عندما يتحدث الرئيس بأنه يعي جيدا التحديات الجسام التي تتعرض لها الدولة المصرية، فهو يقينا ويوقن تماما بأن عنده الإرادة والرغبة الحقيقية باستمداد قوة والدعم الشعبي في هذه الانتخابات لاتخاذ كافة الإجراءات التي يمكن أن يتخذها للحفاظ على حقوقنا، لتنمية ثرواتنا، للحفاظ على قضايانا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وتحدث الرئيس بشكل واضح. نعم. يعني استمداد القوة بعد ربنا سبحانه وتعالى من الزخم الشعبي في هذه الانتخابات إيجابياته لا تعد ولا تحصى. نعم. أعتقد أنه حينعكس إيجابا على الملف الاقتصادي بشكل فاعل جدا، لأنه هذا الزخم يعطي أيضا انطباع لفكرة أن يكون هناك استثمارات قابلة أن هي تيجي مصر بشكل كبير جدا يساعد على يعني جني ثمار الإصلاح الاقتصادي. نعم. عندنا مشروعات في منتهى الأهمية لا يجب أن تتوقف. وده أعتقد يمكن أشار ليه فخامة الرئيس أنه يعني حق المواطن، أعتقد أنه حياة كريمة مشروع لا يجب أن يتوقف، يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية. نعم. أدي واحد. الاستثمار في شباب مصر وقوته القادمة الجبارة، مشاريع زي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتدريبهم على القيادة يجب أن يستمر. طبعا. شباب حياة كريمة يجب أن يستمر. نعم. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يجب أن تستمر. أيضا فكرة الحوار الوطني والزخم الكبير وتقدير الرئيس لمسألة الحوار وإعلانه سابقا وتأكيده في حديثه بأن الحوار هو نتيجة فاعلة للقرارات التي سيتم اتخاذها مستقبلا. صحيح. يعطي أيضا انطباع كبير جدا. وهنبقى محتاجينه قوي فعليا على الأرض، لأنه تحديات تنمية الحياة السياسية واللي جاية صعب وتنمي الحياة السياسية. انه الحوار الوطني يستمر بفكرة، انا دايما اقول ايه، التحويطة على مصر. صحيح. يعني الحفاظ على مصر، الاتفاق على ما هو افضل. صحيح. فضل. ايضا مسألة تنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر مهم. احنا امام خامس انتخابات يكون فيها تعددية بهذا الشكل. تنمية الحياة الحزبية، يعني انا طبعا لازم تعتبر هذه المرة مختلفة. طبعا. شوف يا فندم، انت عندك كان عندك اربع مرشحين منهم ثلاثة رؤساء احزاب منهم احزاب المعارضه. نعم. ده بيديلك برضو الانطباع ان هذه الشخصيات من الوطنيه ان هم استطاعوا ان يخوضوا هذه المساله رغم العلم بشعبيه الرئيس وقدراته وقوته في لكن هم باصين قدام وعايزين يعملوا طبعًا. حاله طبعًا. سياسيه مصر. ويجب ان نستثمر هذا الزخم بالزبط. يعني بناء بقى الحياه الحزبيه والسياسيه. انا بقول ان احنا امام بدايه مسار ديمقراطي نحو الجمهوريه الجديده اللي من ضمن اهم اركانها هي تنميه الحياه السياسيه والحزبيه في مصر. ان عندك احزاب للمعارضه يجب ان تنمى، عندك تماس مع المواطنين يجب ان يتم استثماره. ال 11% دول يعني انا بقول ان هم بيعكسوا حاله يجب ان تستثمر، لانه الراي الاخر عندما يكون موجود ويمثل بشكل كبير جدا سواء في الحياه النيابيه او في سواء في المحليات او في الحياه النيابيه او في الاستحقاقات الانتخابيه القادمه، ده بيسري الحياه، بيخلي في حاله من الزخم. الشباب النهارده يعني هذا الكم الكبير جدا من الشباب اللي نزلوا الانتخابات الرئاسيه يجب ان يستثمر، يجب ان يفتح لهم الاسر في الجامعات، يجب ان تفتح لهم الاحزاب ابوابها، يجب ان تفتح لهم ايضا لسه الاكاديميه. لسه كاتبه اللي انت بتقوله. يعني احنا امام قوه هائله، ازاي نستثمر هذا المشهد العظيم ونبني عليه من اجل البلد، ان يشعر المواطن بالنتيجه. اخلي ازاي اخلي الشباب يدخلوا في الاحزاب، قنوات شرعيه، قنوات